مشاهدي بلقيس أينما كنتم، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، وهذه تهنئة منا جميعا في برنامج حيث الإنسان، تهنئة صادقة بالعيد الذي سعينا لا يغيب حيث الإنسان من مشاركتكم في أجوائه. مشاهدينا، مر شهر رمضان سريعا ليترك لنا بعضا من تفاصيله الجميلة والتي عشناها معا في حلقات حيث الإنسان، على أمل أن نكون قد تمكننا من العيش في تفاصيل الإنسان اليمني ويوميته. سعداء بكم وبمشاركاتكم في حلقة يوم العيد. وفي بداية هذه الحلقة مشاهدينا، دعونا نستعرض معكم أسماء الفائزين بالحلقة 28، وهم الفائز الأول عثمان حسن محمد يحيى عسكر من المخا، والفائز الثاني محمود مهيوب عوض عبده من صنعاء، والفائز الثالث سلوى أحمد محمد يحيى من ريمة. مشاهدينا، الآن على موعد مع قصة جديدة من حيث الإنسان. حيث الإنسان سيأخذنا اليوم إلى جبال تشكل قممها لوحة ربانية غاية في الإبداع. إنها جبال تسترخي على سفحها السحاب ويلوذ بها الغيم من قسوة الرياح. إنها حراز، بلاد البن والجمال. هذه الجبال المرتفعة والمدرجات الزراعية تقودنا إلى معرفة هذه الأرض. إنها حراز، مديرية مناخة، منطقة قريبة من السماء والسحاب، وهي واقعة إلى الجنوب الغربي من محافظة صنعاء. يمكن لهذه السحب هنا أن تسير إلى جوارك أو أدنى منك، لا شيء أعلى من هذه القرية إلا السماء. رحلة يومية مستمرة يقوم بها أهالي القرية ذهاباً وإياباً لجلب المياه من مسافات بعيدة ومقاومة العطش. هذه الأهازيج لتمضية الوقت وإضفاء طابع جمالي ونفسي على هذا العمل الشاق. معاناة المياه هذه لا تقتصر على البشر، بل تطال حتى الأراضي الزراعية. هنا على ارتفاع يتجاوز 2000 متر عن سطح البحر، يتم الزراعة وإنتاج البن الحرازي، والذي تم تصديره إلى العالم منذ القرن 16 الميلادي عبر ميناء المخا. وقد كانت هذه المنطقة من أوائل المناطق المبادرة باقتلاع أشجار القات واستبدالها بالبن. دفعت الحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة 5 سنوات الكثير من الناس للعودة إلى الريف. محي الدين ترك عمله الصحفي أيضاً في صنعاء وعاد إلى منطقته حراز لرعاية أشجار البن. اضطرتنا الظروف الزراعية لأن البحث عن بدائل، نظرا لعدم غياب التنمية الزراعية التي تستهدف المواطنين بدرجة أساسية، نتيجة أيضا ظروف وعوامل اجتماعية مختلفة واقتصادية، فاضطر المزارع اليمني يبحث عن بدائل أخرى يعني للرفع من مستوى المعيشة الاقتصادية والزراعية بشكل أو بآخر. احنا الآن بصدد البدء في التنفيذ في فكرة المشروع، وهو مشروع يعني حاجز مائي، يعني كما تلاحظ المكان. والهدف من هذا المشروع، يعني كانت الفكره صادقه يعني في بالي، واضطريت ان ابحث عن بدائل لايجاد دعم يعني لهذا المشروع بشكل او باخر، التفاعل مع المزارع اليمني بشكل او باخر. فوجدت انه ايجاد او تنفيذ او البدء في تنفيذ مشروع زراعي بهذا الحجم، ولو المتوسط كمشروع من ضمن المشاريع الصغيره، سوف يستهدف من 400 إلى 500 شتلة بن،
يعني وهذا ايضا مشروع مجدي يعني على الاقل يعني كخطوه اولى. فنامل انه يعني نحن نبدا الان بالخطوات الاولى والمراحل الاولى في التنفيذ. خلف خطوات محي الدين البطيئه طموحات كبيره لارضه هي انتاج حلول لمقاومه شحه المصادر المائيه. تعتمد هذه المزارع في طريقة ريها على الأمطار فقط، ليس هناك استغلال لجمع المياه في سدود أو حواجز صغيرة. يتجول متفقداً أشجارا، حائراً باحثاً عن طريق آخر للري وإعمار هذه البقعة وحتى لا تموت هذه النباتات الصغيرة. هو بطبيعة الحال هنا في عملية مقايضة فيما يتعلق بالتبادل المائي، يعني هناك من تقع مزروعاتهم في أماكن بعيدة ولكنهم لا يمتلكون يعني آبار للري أو للسدود، ولكن توجد لديهم أماكن وأوعية للماء وسدود وحواجز مائية في أماكن أخرى، وبالتالي تحدث عملية مقايضة. الأموال التي تقع بالقرب من هذا الحجز المائي تستفيد من المشروع، وصاحب الحوض إذا كانت مزارع بعيدة أو قريبة بحسب تفاوت المسافة يعني يحصل عملية يعني المنفعة هي في كل الأحوال هي متعينة، المنفعة يعني موجودة يعني. وكما راودت فكرة بناء السدود اليمنيين القدماء قبل آلاف السنين، كانت فكرة بناء سد صغير قائمة في ذهنه. قدم مشروعه لبرنامج حيث الإنسان، سد صغير يستطيع من خلاله سقي أشجار البن والتغلب على شحة الأمطار الموسمية التي يعرف بها هذا البلد. تلاع شجرة القات بشكل أو بآخر يعني اضطر الناس لإيجاد بدائل معينة، فكانت شجرة البن هي الخيار الأوفر حظا والذي يعطي حافز مستقبلي لأنه الاهتمام المواطن أو المزارع بشكل أساسي في المناطق الريفية، كثير من المناطق الريفية سواء منها النائية أو القريبة من العاصمة. الحقيقة أنه بدأ الناس يعطوا رغبة في مزيد من استصلاح الأراضي الذي كانت يعني اللي كانت صلبة يعني أصلاب يعني. فهناك حافز كبير لأنه لإيجاد يعني شجرة البن شجرة مثمرة وشجرة طيبة بطبيعة الحال وتتوافر مع مناخ المنطقة يعني بشكل أو بآخر، لكن هناك الدرجة الأساسية البحث عن الماء. الماء هو عامل أساسي جدا لشجرة البن، فبالتالي يحاول الواحد البحث عن عامل أساسي لإيجاد أماكن أو أحواض مائية أو فجاءت الفكرة أنه المكان مناسب ويقع في ضمن أملاكي. فيما يتعلق بالمكان سيتم في البداية عمل بناء جسري في هذا المكان من جهة واحدة بالذات من الجهة الكبيرة هذه بارتفاع قد يتجاوز مثلا من 4 إلى 5 من 4 إلى 5 متر يعني ارتفاع إلى هذه المنطقة القريبة. وطبعا سيتم تسوية القاعة قاعة السد الحاجز المائي وعملية يعني عملية توسعة في هذه المنطقة يعني عملية توسعة أو قص لهذه المنطقة بشكل أساسي، ومن ثم سيتم عمل جدار ساند لهذا المكان حتى يحدث أنه مثل هذه الصخرة ستزال، سيتم إزالة مثل هذه الصخرة ليتمكن العمال أو من عملية التوسعة للسد. طبعاً الحاجز هو لديه مساقي ومصارف يعني تقع في املاكي يعني الحمد لله، انه يعني المكان نفسه يعني هو مؤشر نجاح في المشروع. من هذا الصباح الباكر ابتدأ العمل.
هنا سيقام السد، ومن هذه الصخور تبدأ اللبنات الأولى. يحاول هذا العامل قص هذه الصخور ونحتها بدقة لتكون جاهزة للبناء. تم اختيار مكان مناسب لتجميع مياه الأمطار، ومن خلاله سيتم ري هذه الأراضي الزراعية والنباتات. من الممكن أن يسقي هذا الحاجز المائي الذي يتم إعداده 650 شتلة بن عبر استخدام تقنية التقطير المدروس. يعلق محي الدين آماله على هذا الحاجز المائي لسقي عدد من المدرجات القريبة. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا من خلال هذه الفكرة حاول فريق برنامج حيث الإنسان إسناد الاقتصاد الزراعي في حراز بهذا العمل البسيط. انتهى الفريق من بناء السد، وهنا تتجه أعين المزارعين نحو الأعلى في انتظار أن تمطر السماء. مشاهدين، على مدى العصور وفي كل الأزمان يحارب اليمني من أجل معيشته، ومن أجل ذلك أنجز حضارته التي منها سد مأرب العظيم، والذي يعد من أقدم السدود التي عرفها الإنسان. ورغم مرور آلاف السنين على بناء هذا السد، إلا أنه بقي خالدا في التراث العالمي والإنساني. لذلك السد العظيم دلالة كبيرة على فرادة العقلية اليمنية آنذاك في استغلال مياه الأمطار والسيول وابتكار التقنيات الحديثة في ري الأراضي الزراعية. لم يكن سد مأرب هو السد الوحيد للدولة السبائية، فالمصادر تؤكد أن هناك قرابة 80 سد قامت في عهد الدولة السبائية، كما قام السبائيون بابتكار تقنية الصهاريج لإيصال المياه للمساكن والمزارع. وإن كانت بداية ظهور الحضارة اليمنية القديمة قبل آلاف السنين، فإن بناء السدود في اليمن في مناطق متعددة منها وتطور مشاريع الري الواسعة لا تزال حاضراً يعيد اليمني إلى حضارته في بناء مجده وانتصاره على الطبيعة القاسية وتطويعها. من ذلك ما قام به محي الدين، وحظي برنامج حيث الإنسان بفرصة إسناده. السدود مشاهدينا تكاد تكون التجلي الأهم والأبرز للحضارة اليمنية، لأنها ارتكزت على الأسس الاقتصادية المتينة والزراعة والمياه. ومن هذه البيئة المتسمة بوفرة المياه وخصوبة الأراضي الزراعية عرف اليمني الاستقرار وإقامة المجتمعات المدنية. هل بإمكان اليمني الذي عرف
أو عرف بتشييد السدود منذ آلاف أو منذ الألف الثالث تحديداً قبل الميلاد أن يعود إلى الأرض وإلى السدود ليكتفي من نتاجه الزراعي. لا شك في ذلك، فاليمن بلد اعتاد أن يبعث قوياً من قلب الرماد. مشاهدين، تابعنا تفاصيل قصة الليلة في هذه الحلقة 30 من برنامج حيث الإنسان، وإليكم سؤال الحلقة. يقول السؤال: في أي منطقة تم بناء السد المائي؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول حراز، الاختيار الثاني صعفان، الاختيار الثالث المغارب. إذن مشاهدينا، ما عليكم سوى اختيار إجابة من الإجابات الثلاثة وإرسال فقط رقم الإجابة على أرقام الواتساب الخاصة في البرنامج، والوقت المتاح للمشاركة يستمر معنا حتى عصر يوم غد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى لحظة اختيار الأرقام الفائزة معنا بسؤال حلقة الأمس، وكان السؤال يقول: ماذا كانت تعمل دليلة بطلة قصة الأمس حين أصيبت باللغم؟ وكانت الاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول كان ترعى الغنم، الاختيار الثاني تجلب الماء، والاختيار الثالث تحضر الطعام. الإجابة الصحيحة مشاهدينا كانت هي الاختيار رقم 2، فكانت تجلب الماء. الآن سنقوم مشاهدينا الكرام باختيار ثلاثة فائزين، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني، ومبروك للفائزين الثلاثة مقدما هذه الجائزة. إذا نختار الآن الفائز رقم 1 ومبروك عليه 100,000 ريال يمني. بسم الله، نختار الرقم. مبروك لصاحب الرقم 774-99-72. مبروك إذن لصاحب الرقم 100,000 ريال يمني، جائزة مقدمة من برنامج حيث الإنسان، وهي أيضا في ذات الوقت عيدية بمناسبة أول أيام عيد الفطر. إذا الآن نختار الفائز الثاني أيضا، وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك للفائز صاحب الرقم 735-490-475. إذن مبروك للفائز الثاني أيضا 100,000 ريال يمني. لن نختار أيضا الفائز الثالث، ومبروك له 100,000 ريال يمني مقدما. مبروك لصاحب الرقم 772-779-577. إذن مبروك للفائزين الثلاثة الجوائز المالية مقدمة من برنامج حيث الإنسان، لكل فائز 100,000 ريال يمني، وشكرا لهم للمشاركة والتفاعل معنا فيما تبقى من برنامج أو حلقات برنامج حيث الإنسان، وسيتم التواصل معهم عقب انتهاء هذه الحلقة لتفاصيلهم وإرسال الجوائز المالية إذا كانت هناك إمكانية لإرسالها خلال أيام العيد أو من ثم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بسبب ربما الإجازة لدى شركات ومحلات الصرف. إذن مبروك للفائزين الثلاثة مشاهدين الكرام، وإليكم تذكير أخير بالأرقام الفائزة معنا عن سؤال حلقة الأمس. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا، ما زالت لديكم فرصة للفوز معنا بثلاث جوائز مالية قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني عندما تجيبون بشكل صحيح على سؤال حلقة اليوم. والسؤال، أذكركم بالسؤال للمرة الأخيرة في هذه الحلقة، السؤال يقول: في أي منطقة تم بناء السد المائي؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول حراز، الاختيار الثاني صعفان، الاختيار الثالث المغارب.
أعتقد أن المنطقة التي بني فيها السد هي بلاد كما ذكرنا في مقدمة واستهلال قصة الليلة، بلاد البن والجمال. إذن مشاهدي الكرام، فقط أرسلوا رقم الإجابة الصحيحة، فقط الرقم 1 أو 2 أو 3، وستكون لديكم فرصة للفوز معنا بإحدى الجوائز المالية. وغدا سنجري السحب وسنختار 3 فائزين، ومبروك لهم مقدما. مشاهدينا الكرام، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. مشاهدي بلقيس، أينما كنتم داخل وخارج البلاد، نتمنى لكم دوام الصحة والسلامة والعافية، وأن تعود بلادنا سالمة غانمة إن شاء الله، وبكل ويعود اليمن السعيد. إذن مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا وحلقة جديدة وأخرى بتفاصيل مختلفة، ربما في سنختم موسم حيث الإنسان. تابعونا غدا والحلقة الأخيرة من برنامج حيث الإنسان، وأيضا سيتم إعلان الفائزين معنا عن سؤال حلقة اليوم. في أمان الله. نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.